بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب مادة المنطق الرقمي، أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات المادة. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل موضوع الكاونترز، وبدنا نحكي عن موضوع الريجولار كاونترز اللي إحنا يعني بدأنا فيه طبعا في المحاضرة الماضية. المحاضرة الماضية احنا يعني عملنا ديزاين ل regular up counters و regular down counters و regular up slash down counters. الآن في عنا بدنا نشوف كيف ممكن نعمل ديزاين ل الريجولار كاونترز اللي هي الكاونترز غير المنتظمة. طبعا ستيل احنا هون بنعمل الديزاين قاعدين باستخدام مور ماشينز هاي اولا. يعني ثانيا يعني يفضل انه عاده نستخدم التي فليب فلوبس في الديزاين تبعنا. واحنا بنعرف طبعا بالنسبه للريجولار كاونترز انه العد فيها بطريقه غير منتظمه، وبنعرف انه في عندنا عاده طريقتين للديزاين اللي هي السيستماتيك اللي هي الطريقه النظاميه بدنا نمشي خطوه خطوه، وفي عندنا الطريقه طبعا اللي هي سمبليفايد. اذا طبعا كان في عندي طريقه simplified راح نشوف هسه كيف ممكن نعمل simplification للديزاين. طيب بالنسبة للكاونتر الآن لو بدنا نمشي فيه بطريقة منتظمة، فيعني في عندي كاونتر بده يعد زي ما انتم شايفين، بده يعد 0 1 5 7، بعد السبعة بده يرجع الكاونتر يعد مرة ثانية من 0 1 5 7. إذا واضح انه هذا الكاونتر هو الريجولار كاونتر غير منتظم، لانه اصلا الستيب ويث فيه مش واحد، وزي ما انتم شايفين يعني مره الستيب ويث فيه اثنين، مره الستيب ويث فيه واحد، واهل مجرى، وحتى هو يعني بين الواحد والخمسه الستيب ويث اكثر من اثنين، حتى يعني بيمشي فعليا اربع خطوات. اذا الستيب ويث حتى الستيب ويث فيه غير منتظم، طبعا ممكن يطلع اب داون اللي هو. طيب الان يعني لو بدنا نتفرج على الستيت دايجرام طبعا تبعت هذا الكاونتر راح تكون 0 1 5 عفوا 7 بالطريقه هاي. يعني هو فقط في اربع ستيتس 0 1 5 7. لاحظ انه يعني ما في عندي انبوتس، الدايركشن هون رايح باتجاه واحد فقط، ما في عندي اكثر من اوبشن، في عندي اوبشن واحد فقط للنكست ستيت من كل ستيت. طيب قديش عدد الفليب فلوبس في هذا الكاونتر؟ زي ما حكينا الطريقه اللي احنا ماشيين عليها طبعا مش هي الطريقه الوحيده، لكن الطريقه اللي احنا ماشيين عليها هون في هذا الكورس وفي باستخدام الميلي اللي هي بتعتمد على الماكسيمم نمبر. الماكسيمم نمبر عندنا اللي هو 7، السبعة لانه احنا اخذين الاوتبوت دايركتلي من الكرنت ستيت في هاي الطريقه. 7 اذا تحتاج النمبر اوف فليب فلوبس، هون راح يكون نمبر اوف فليب فلوبس اذا زي ما انتم شايفين هون يساوي 3، لانه عدد المنازل اللي تلزمني عشان امثل رقم 7 هي تساوي 3 منازل. اذا هون في عندي النمبر اوف فليب فلوبس يساوي 3. اذا يعني هيك احنا بنكون خلصنا موضوع الستيت دايجرام. طبعا احنا عارفين الباينري كود تبع كل واحده من هذول، الزيرو اللي هي 000، ال1 اللي هي 001، ال5 اللي هي 101، والسبعه اللي هي 111. طيب خلينا نروح للتيبل مباشره. يلا التيبل احنا عارفين يعني التيبل زي ما انتم شايفين قدامكم، في عندنا الكرنت ستيت اللي هو في عباره عن ثلاثه فليب فلوبس Q2 Q1 Q0، وفي عندنا اكيد النكست ستيت اللي هو Q2 Q1 Q0، وفي عندنا الفليب فلوب انبوتس اللي هو على اساس اني انا هون بدي استخدم تي فليب فلوبس T2 T1 و T0. طيب الستيتس اللي بتذكر من السلايد السابقه هم كانوا عندي 0 1 5 7 0 1 5 7. طيب شو بالنسبه للستيتس الاخرى بالكرنت ستيت؟ هل بحطها معي بالكرنت ستيت ولا ما بحطها؟ نعم، الكرنت ستيت يا جماعه والانبوت سايد هذا يعني لازم احط فيه انا كل الستيتس، كل البوسيبل ستيتس. اذا ما في عندي خيارات، بما انه انا حكيت انه في عندي ثلاثه فليب فلوبس اذا لازم اشوف 8 روز. طبعا لو كان في عندي انبوت بده يصير انبوت واحد، ثلاثة فليب فلوبس والانبوت الواحد بصير عندي أربعة، اثنين قوة أربعة، لازم أشوف 16 رول.
إذا دائما لازم أشوف كل الستيت سيت. واحد ممكن يجي يحكي طيب ستيت رقم 2 و3 و4 هذول مش موجودين. نعم مش موجودين، راح أتعامل معهم كنكس ستيت. النكس ستيت راح أشوف كيف ممكن أتعامل معهم، لأنهم هذول الستيت لن يظهروا أصلا، إذا ما بصير إنهم يظهروا. طيب نيجي نعبي النكس ستيت. بعد ستيت صفر بالرو الأولى شو راح يجي؟ راح يجي عندي 1، لأنه هيك الكاونتر بعد ستيت صفر في عندي 1. طيب بعد ستيت 1 شو راح يجي عندي؟ راح يجي رقم 5. ارجعوا للستيت دايجرام اللي رسمناها قبل شوي. طيب الآن بعد ستيت 2 شو راح يطلع عندي؟ طيب ستيت 2 هي نفسها ما بتظهر عندي، إذا بعدها I don't care what comes after state 2. Why I don't care? Because state 2 should not appear in the first place. ما لازم تظهر state 2 أصلا في البداية. طيب ستيت 3 كمان نفس الشيء، I don't care what comes after state 3، لأنه state 3 أصلا لن تظهر. ونفس الشيء كمان بالنسبة لستيت يعني 4. الآن state 5 شو اللي لازم يجي بعديها؟ إذا بتذكروا لازم يجي بعديها 7 حسب السؤال، هيك كان السؤال. طيب state 6 كمان، I don't care what comes after state 6 because يعني أصلا state 6 يجب أن لا تظهر. وآخر شيء state 7 بعدها مباشرة بدي أرجع لوين؟ بدي أرجع للزيرو. بعدها مباشرة بدي أرجع للزيرو. طيب بتوقع أنه كل واحد فيكم يتذكر الإكسايتيشن تابل تبع التي فليب فلوب، يعني من باب التذكير لغير 0 0 0 1 1 0 1 1. إذا زي كأنها في عندي هون يعني XOR operation. فيعني هم نعرف أنه في عندنا حالتين اللي هي no change والحالات هذول الثنتين اللي هم toggle، وفي الأخير عندي كمان No change. طيب نيجي نتفرج عليهم flip flop واحد واحد. نيجي نتفرج على Q0 في البداية. نتفرج على Q0. لاحظوا Q0 بدأت تنتقل من 0 ل 1. من 0 ل 1 يعني أنه أنا عملت توجل، إذا الـ T0 بدأت تكون قيمتها 1. بعدين انتقلت من 1 إلى 1، إذا عملت No change. بعدين انتقل الفليب فلوب من صفر لإكس، إذا شو بدها تكون قيمة التي؟ إذا هاي مهمة جدا، مهمة جدا. هون لازم نحط قيمة التي إيش؟ إكس، لأنه I don't care. أنت بتحكي لي انتقلت من صفر ل don't care، I don't care معناته شو كانت قيمة التي زيرو. هذا الموضوع مهم لأنه بيساعدني بالسمبليفيكيشن. إذا لازم تحطها هون إكس، لازم تحطها، لأنه بنحكيها من أي منطلق؟ لازم تحطها من منطلق إنه ممكن هذا الشيء يساعدني بالسمبليفيكيشن. أوكي؟ طيب اللي بعدها كمان إكس. بعدين عندي انتقلت من 1 إلى 1، إذا هي فعلياً no change. بعدين من 0 إلى x اللي هي don't care، من 1 إلى 0 اللي هي طبعاً toggle. إذا هذا بالنسبة لل t 0، هذا بالنسبة لل t 0. طيب طبعاً الآن إحنا بنقدر نعمل كيماب ل t 0، بنقدر نعمل كيماب ل t 0. خلينا نعمل كيماب أول بأول بس من باب التسهيل وعشان نتجنب موضوع الخربطة. اوكي بس عشان نحل فوق عشان نتجنب موضوع الخربطة، خلينا نعمل مباشرة كيماب ل t 0 قبل ما نكمل t 1 و T2. طيب T0 الآن مفروض نطلعها as function of Q2 و Q1، مفروض نطلعها as function of Q2 و Q1. إذا بدنا نعمل كيماب الآن عشان نطلع T0، شو T0 تساوي؟ لأنه إحنا هون بهمنا البولين expression ده الفليب فلوب values، الفليب فلوب inputs عفوا. Q1 Q0 0 0 0 1 1 1 0. اوكي هون في عندي 0، لاحظوا انه قيم التي 0 1 0 اكس اكس، وفي عندي اكس 0 اكس 1. اذا هذا هو ال تي 0. يعني ممكن نسهل على حالنا ناخذ الزيروز بدل ما ناخذ الونز، يعني كبرودكت اوف سمز بدل سم اوف برودكت. بهاي الحاله راح تطلع التي 0 تساوي كيو 1 اور Q0. الجروبينج اخذناه، فرجان ارجعوا راجعوه. طبعا البار هون على ال Q0، اذا هذا بالنسبه ل ال T0. طيب نيجي على ال T1 اللي بدنا نطلعها من خلال Q1. يلا نجي الان نحكي عن Q1. لاحظوا من 0 ل 0 ل 0 ل 0، اذا في عندي حالتين فيهم no change، 1 ل x هون في عندي x x. بعدين في عندي من 0 ل 1، اذا واضح انها toggle.
وبعدين في عندي من واحد لإكس اللي هي طبعا نوت تشينج، من واحد لصفر اللي هي كمان عبارة عن توجل، اللي هي عبارة عن توجل. طيب خلينا يعني نطلع نعمل كي ماب الآن ل تي واحد. ممكن واحد يعني يختار إنه يعني يطلع الفاليوز مباشرة، بس أنا حابب إنه نطلع الفاليوز أول بأول بس عشان يعني ما نخربط بالنقل من التعب. طيب الآن بلزمني أعمل كمان كيماب عشان أطلع تي 1 كيو 2 كيو 1 عفوا هون و كيو 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 يلا في عندي 0 0 بعدين في عندي 2 اكسز بعدين في عندي اكس 1 بعدين هون في عندي اكس 1. اذا الواضح هون يعني في عندي جروب واحده هاي اللي هي بالنسبه لي تي 1 شو تساوي كيو 2، تي 1 تساوي كيو 2، تي 1 تساوي كيو 2. طيب الان بدنا نطلع قيم التي 2، تي 2 عندي من 0 ل 0 اللي هي نوت تشينج، من 0 ل 1 اللي هي توجل، بعدين في عندي 3 اكسز اوكي اي دونت كير اباوت ذا فاليو، بعدين من 1 ل 1 اللي هي نوت تشينج، من 1 ل اكس اللي هي كمان اي دونت كير، بعدين في عندي من 1 ل 0 اللي هي توجل، طبعا من 1 ل 0 اللي هي توجل. يلا كمان مرة نعمل كي ماب لتي تو، نعمل كي ماب لتي تو. خلاص الآن مش مشكلة تابل لو نحن هاي الكي ماب، عندي كي ماب في عندي كيو تو كيو 1 كيو 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. طيب ننقل قيم تي 2 اللي هي 0 1 اكس اكس، بعدين في عندي اكس 0 اكس 1. طيب وين الجروب؟ هاي في عندي هاي جروب وهاي في عندي كمان جروب. اذا بتطلع التي 2 شو تساوي؟ تطلع التي 2 تطلع تساوي كيو 1 اور هاي الجروب اللي هي كيو 1 اور كيو 2 Q2 بار، طبعا Q2 بار مع الثابت هون اللي هو Q1، Q2 بار مع الثابت اللي هو عفوا Q0، Q2 مع الثابت اللي هو Q0. طيب إذا هيك نكون خلصنا ديزاين لهذا الريجولار كاونتر. طبعا ليش خلصنا الديزاين؟ لأنه فعليا طلعنا البولين اكسبريشن تبع الفليب فلوب انبوتس والاوت، احنا عارفين ناخذينه من الكيوز، بس بقي علينا الآن ايش نعمل؟ نرسم السيركت فقط اللي تبقى اللي هو نرسم السيركت. احنا السيركت بالنسبه لنا عارفين انها تتكون من ثلاثه فليب فلوبز زي ما انتم شايفين، والمعادلات تبعت التي ايز طلعناهم من السلايد السابقه. احنا بنعرف انه تي 0 مشبوك عليها عباره عن ايش؟ عباره عن اور جيت، عباره عن اور جيت مشبوك عليها تو اند جيتس، أو عفواً يعني two inputs عفواً فقط اللي هم Q1 و Q0 bar و Q0 bar. إذن هاي اللي هي T0، T1 مشبوك عليها T Q2، مشبوك عليها ال Q2، مشبوك عليها ال Q2. طبعاً وينها ال Q2؟ ال Q2 هاي هي طبعاً، يعني إحنا بس هون بنتجنب تمديد الأسلاك عشان ما نخربط السيركت، يعني واضح انه هي كيو 2. وبالنسبه للتي 2 الانبوتس عباره عن عندي اور جيت يعني فايت عليها الكيو 1، انبوت فايت عليها الكيو 1، وفي عندي طبعا هون اند جيت كمان فايت عليها اللي هو الكيو 2 بار، كيو 2 بار. خلينا نمحيها من هون عشان البار نحطه بطريقة مناسبة. إذا فايت عليها الـ Q0 مع الـ Q2 بار، والإنبوت هذا فايت على الـ Q2. إذا هذا الكاونتر الآن راح يعد بالطريقة اللي كنا كاتبينها 0 1 5 7 0 1 5 7 وهلم مجرة وهلم مجرة. الأوتبوت وين يا جماعة هون؟ الأوتبوت ستيل ماخذينه إحنا من وين؟ من الـ Qs، من الكيوز. ما بدنا ننسى انه هذا هو الـ MSB وهذا هو الـ
LSB يعني نقوم انتبهين لهذا الموضوع. إذن هذا الكاونتر تبعنا اللي هو الريجولار كاونتر. طبعا هاي الطريقة جماعة اللي هي سيستيماتيك ديزاين للريجولار كاونتر، سيستيماتيك ديزاين للريجولار كاونتر. طيب هل في عندي سيمبليفايد ديزاين للريجولار كاونتر؟ نعم في عندي سيمبليفايد ديزاين، ممكن اعمل ديزاين بطريقه سيمبليفايد. يعني مثلا ممكن اعمل ديزاين للكاونتر اللي هو الريجولار بعد من صفر لأربعة. بدي اعمل ديزاين للكاونتر بعد من صفر لأربعة. حتى اعمل سيمبليفايد ديزاين في عندي ايش؟ في عندي شروط لازم تتوافر. شو هي هاي الشروط؟ في عندي شرطين. الشرط الاول انه الكاونتر لازم يكون up or down but not both. يعني ما بصير انه الكاونتر يعد فوق وتحت، يعني لا فوق ولا تحت، تصاعدي وتنازل، لا لازم يعد في اتجاه واحد. اذا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لازم يكون الستيب ويدث لازم يطلع يساوي واحد. إذا توافروا هذول الشرطين حقيقة أنا ممكن إني أعمل simplified design. طيب الكاونتر هذا تبعي هو بعد من صفر لأربعة، واضح إنه irregular counter لأنه لو كان regular كان مفروض بعد من صفر لسبعة، لكن هو irregular ليش؟ لأنه الماكسيمم فيه ما وصل ل all ones، يعني one 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 وصل ل one zero zero، وهذا هو مش الماكسيمم بقدر يوصل له. طيب هذا الكاونتر يا جماعة تنطبق عليه الصفات، هو فعلياً up counter، ها؟ والستيب ويد فيه قديش؟ قديش فيه؟ الستيب ويد فيه واحد. طبعاً احنا واضح هون انه هون بدل ما يكمل لسبعة هو المفروض يرجع من أربعة لكم؟ يرجع من أربعة لصفر. لا المفروض انه يرجع من أربعة لصفر. طيب خلينا نشوف كيف simplified design لهذا الكاونتر. simplified design لهذا الكاونتر يعتمد يا جماعة على ايش؟ يعتمد على انه نعمل بالبداية كاونتر عادي بعد من كم لكم. بيعتمد في البداية انه نعمل كاونتر عادي، الاصل فيه كان اذا كان بده يكون ريجولر انه كان عد من صفر لسبعة. اوكي، اذا الكاونتر العادي بالوضع الطبيعي، يعني هذا الكاونتر الاصل كان عد من صفر لسبعة. الان نبني كاونتر عادي زي ما انتم شايفين. واضح انه هون الان جيت مشبوكة على الكيوز وليس الكيو بارز. إذن هو فعلياً هذا والتي زيرو شاك مشبوكة على واحد. إذن فعلياً هذا الكاونتر بعد من صفر لسبعة بالوضع الطبيعي. بس الآن إحنا وين عندنا المشكلة؟ إنه إحنا ما بدنا يعد لسبعة، بدنا يا يوقف عند الأربعة، بدنا يا بدنا نشوف الأربعة كاملة. الأربعة يجب أن تظهر كاملة، الأربعة يجب أن تظهر كاملة. وبعد ما تظهر كاملة، شو يعني كاملة؟ يعني لازم أشوف الأربعة في كلوك سايكل كامل. نحن عارفين يعني إنه هذا الكاونتر بيشتغل مثلاً على بوزيتيف إيدج، فإيش يعني أنا بنتقل من صفر بكون الكاونتر مثلاً قيمته صفر، عند البوزيتيف إيدج بصير واحد، عند البوزيتيف إيدج الثانية بصير اثنين، عند البوزيتيف إيدج بعديها بصير ثلاث، عند البوزيتيف إيدج بعديها بصير أربعة، والأربعة لازم تظهر كاملة لي complete clock cycle. لما نحكي clock cycle طبعا مقصود فيها يعني ايش؟ يعني هاي اللي هي يعني النزله والطلعه السايكل كامله تبعت الكلوك. طبعا يعني احنا هون اذا هو كان بوزيتيف ايدج، يعني طبعا يعني لازم هاي تكون البوزيتيف ايدج عندي، يعني هاي البوزيتيف ايدج، فبالنسبه لنا الاربعه يجب ان تظهر يعني عندها في هاي الكلوك سايكل كامله. اوكي يا جماعه. طيب إذن الآن لما تظهر الأربعة بشكل كامل، لازم أول ما تظهر الخمسة، هذا indication اللي عندي الآن إنه الخمسة، ظهور الخمسة، أول ما تظهر الخمسة مباشرة لازم أرجع الكاونتر من خمسة لكم؟ لصفر. أنا الخمسة بالنسبة لي زي كأنها تعتبر لم تظهر. ليش؟ لأنه بدي أرجع لصفر بطريقة asynchronous. شو يعني asynchronous؟ يعني غير متزامن. شو يعني غير متزامن؟ يعني بدون ما أنتظر الكلوك مباشرة، أول ما تظهر الخمسة بدي أرجع للصفر بطريقة غير متزامنة مع الكلوك. طيب شو في إشي أخذناه بالسابق بيخليني أرجع بطريقة غير متزامنة أو أصفر العداد بطريقة غير متزامنة؟
إذا بتتذكروا ارجعوا لما أخذنا الفليب فلوبس أخذنا إشي اسمه الدايركت إنبوتس اللي هم الدايركت سيت والدايركت ريسيت اللي هم سميناهم كلير أو بريسيت. طيب نعم إذا الآن الكاونتر هذا تبعي ممكن أشبك عليه الدايركت إنبوتس مثلا ممكن أشبك عليه اللي هي طبعا الدايركت ريسيت سميناها كلير مثلا بنقدر حكينا إنه تقدر تسميها كمان كلير أو ريسيت يعني بغض النظر نفس المفهوم. هل بقدر الآن أعمل دايركت ريسيت كلير لهاي السيركت؟ نعم 100%. شو العلامة اللي من عندها الآن بعرف إنه لازم أعمل دايركت كلير أو دايركت ريسيت؟ العلامة هي وصولي لرقم إيش؟ ظهور الأربعة كاملا ووصولي لرقم 5. طيب شو هو رقم 5 بالباينري كود تبعه؟ شو الباينري كود تبع رقم 5؟ إذا بدنا نحكي عن Q2, Q1, Q0 رقم 5 هو 1, 0, 1. لو بدنا نعمل ending لهم يعني نعتبرهم منتر فعليا رقم 5 المنتر تبعه هو Q2, Q1 bar and Q0. إذا هون نعمل بينهم ending ونحط بار على Q1 فعليا هاي هي indication أو العلامة إنه أنا وصلت لرقم. إذا هون بكل بساطة بالنسبة لأند جيت راح أفوت عليها Q2 راح أفوت عليها Q1 بار أفوت عليها Q1 بار وراح أفوت عليها Q0 راح أفوت عليها Q0. طيب الآن هاي الآن جيت نتيجتها بدي أشبكها وين؟ على الكلير. ليش؟ لأنه مجرد ما صارت أكتف هاي الآن جيت يعني أنا وصلت فعلياً 5 راح تعمل لي activation للكلير وراح نعرف إنه الكلير إذا صار لها activation شو راح تعمل فعلياً؟ رايح تصفر الأوتبوت راح تصفر الأوتبوت. طبعاً هي واضح إنه الكلير هون active high. إذا لما تصير 1 نتيجة الأند جيت راح مباشرة تخلي الكيوز اللي هم الكيو 0 والكيو 1 والكيو 2 قيمهم 0 راح تخلي قيمهم 0 مباشرة مجرد ما صار قيمهم 0 نتيجة يعني هاي مجرد ما صارت 1 مباشرة بما انه صار الكيوز قيمهم 0 راح تنشط بها الواحد يجي بدالها 0 فالكلير هاي راح تبطل ايش الكلير هذول راح يبطلوا اكتف صار حيصيروا ان اكتف وترجع السيركت تشتغل يعني بشكل متزامن على الكلوك على الكلوك تمام جماعة بشكل متزامن على الكلوك تمام. طيب يعني خلينا نشوف يعني بس يعني قيم بالنسبة للبوزيتيف إج وبالنسبة للكاونتر شو راح تكون قيمه. خلينا نمحي هون شوي. هاي الكلوك فرضا عندي هاي الكلوك نعرف الكلوك شغالة على البوزيتيف ايدج اوكي زي ما انتم شايفين في عندي هاي البوزيتيف ايدج اوكي وفرضا في عندي قيمة Q2 Q1 وQ0 فرضا الكاونتر الان عند رقم 3 رقم 3 اللي هو ايش الQ2 راح تكون قيمتها 0 والQ1 والQ0 راح تكون قيمهم 1 زي ما انتم شايفين. طيب الان بالنسبه للبوزيتيف ايدج اوكي بالنسبه للبوزيتيف ايدج خلينا نشوف شو اللي راح يصير. طيب الان فرضا قيمهم في البدايه 0 زي ما انتم شايفين هون 0 1 1 هاي القيم في البدايه 0 1 1 خلينا نمدهم لعند البوزيتيف ايدج خلينا نمدهم عند البوزيتيف. طيب شو نتيجة الآن جيت بهاي الحالة؟ بهاي الحالة نتيجة الآن جيت راح تكون صفر. إذا الكلوك بالنسبة لنا عفوا الكلير بالنسبة لنا راح تكون inactive. إذا الكاونتر راح يشتغل بشكل طبيعي بناء على قيم الكيوز وبناء على البوزيتيف.
طيب الآن إجت الـ positive edge بعد رقم 3 شو راح يطلع عندي؟ إذا هذا واضح إنه رقم 3، طبعاً أنا ما بدأت من صفر لأنه ما بدي أطول يعني بالcounting. بعد رقم 3 شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي رقم 4. شو هو رقم 4؟ الQ2 راح تصير 1، okay. الQ1 راح تصير 0، والQ0 كمان راح تصير 0. إذا هذا راح يصير عندي 1 صفر صفر اللي هو رقم 4. طيب ليش ما كملت؟ خليني أحكي لكم ليش ما كملت. خليني أريد أشوف نتيجة الآن. الآن بدل الصفر هاي لو عوضنا 1 صفر صفر راح تطلع نتيجة الآن كمان صفر. إذا عند أول positive edge خلصناها اشطبنا عليها الصفر، عند ال positive edge الثانية هيها يعني أول عفوا النتيجة الأولى هيها اللي هي كانت 3 كانت نتيجة الآن جيت صفر. الآن نتيجة الآن جيت عند الرقم 4 كمان صفر، إذا الكلير راح تكون inactive ما راح تكون فعال. إذا الكاونتر راح يشتغل بشكل طبيعي بناء على ال positive edge تبعت الكلوك وبناء على القيم تبعت ال TIs. طيب إذا بما أنها صفر، إذا هاي بشكل طبيعي راح تمد لوين؟ للنكست بوزيتيف إيدج، راح تمد للنكست بوزيتيف إيدج، لأنه أنا طبعاً انتظرت عليها ليش؟ إنه بدي أشوف الدايركت إنبوت هل راح يأثر عليها ولا ما راح يأثر. طيب إذا بديناها بشكل طبيعي الأربعة راح تظهر بشكل كامل. إجت البوزيتيف إيدج اللي بعديها، شو اللي راح يصير عن البوزيتيف إيدج اللي بعديها؟ راح تصير بعد أربعة تروح لخمسة، راح تروح لخمسة. إذا ال Q2 راح تظلها 1، ال Q1 راح تظلها 0، وال Q0 شو راح تصير؟ راح تصير 1. اوكي، اذا هاي راح تصير 1 0 1. 1 0 1 طبعا هي فعليا ايش؟ هي رقم 5. اذا الان الان جيت شو راح تطلع نتيجتها؟ راح تطلع نتيجتها 1. اوكي، بدل 0 راح تطلع نتيجتها 1. 1 راح تعمل اكتيفيشن لمين؟ للكلير. تعمل اكتيفيشن للكلير، اذا كل الكيوز شو راح تطلع قيمها؟ صفر بغض النظر عن الكلوك، بغض النظر عن الكلوك. اذا مباشره الان الكيو 2 راح ترجع تنزل لصفر، اوكي، الكيو 1 اصلا هي صفر، والكيو 0 كمان راح تنزل لايش؟ لصفر. فالان عندي الكاونتر زي كانه رجع لايش؟ مباشره لايش؟ رجع مباشرة لصفر. طبعاً الآن هاي النتيجة الآن رجعت لصفر لأنه بطلت أكتف، والآن راح نرجع نعد بشكل طبيعي صفر يعني صفر وواحد. إذا هون عندي راح يظهر صفر صفر واحد، اللي هو بعد الصفر راح يطلع عندي رقم واحد. طب يعني ممكن واحد يجي يحكي لي انه طيب الخمسة ظهرت، انا بدي الكاونتر يعد عندي من صفر لأربعة. نعم طبعا هون ظهرت بشكل لحظي، وانا يعني من باب التوضيح بس كبرت الفاليوز. يعني احنا فعليا هاي يعني ما راح نشوفها، يعني اكيد لو عملت اناليسز ممكن تشوفها، لكن يعني راح يعني انا هون اعتبروني اني عامل زوم ان على هاي الكلوك سايكل. يعني فعليا هاي لن تظهر، لن نشاهدها يعني فعليا على الكاونتر، لانها راح تظهر بشكل لحظي كبير سريع جدا ما رايح اشوفها. اذا هون الكاونتر عد 3 4 0 1 وراح يكمل 2 3 4 0 وعلى المجر. تمام، يعني هذا التايمين دياجرام مهم جدا انه نفهمه ونفهم بالضبط شو اللي صار بالنسبه لهذا الامينار كاونتر. طيب نروح لسؤال جديد. سؤال جديد، فرضا عندك هاي السيركت وانا حكيت لك هذا الكاونتر بعيد من كم لكم. هذا الكاونتر يعني انا جيفن الان، جيفن عندك هذا السؤال، هذا الكاونتر بعيد من كم لكم. طيب خلينا نجي نتفرج عليه. واضح انه هذا الريجولار كاونتر، واضح انه هو الريجولار كاونتر، لكن يبدو انه يعني تم اخذه في البدايه من regular counter. لاحظوا انه بالوضع الطبيعي هذا الكاونتر بتكون من 1 2 3 4 5 فليب فلوبس. التي 0 مشبوكه فيه على 1، لاحظوا انها مشبوكه على 1. التي ايز مشبوكين على الاند جيتس وعلى الكيوز وليس على الكيو بار. اذا بالوضع الطبيعي كان بدون الاند جيت هاي يا جماعه اللي تحت، بدون الكلير والست اللي مشبوكين تحت، بالوضع الطبيعي هذا كان regular counter، كان regular up counter، وهو بتكون من 5 جيتس، خمسة فليب فلوبز عفوا. إذا هو بالوضع الطبيعي كان يعد من صفر لكم؟
31 هو up counter، وفي عندي يعني 2 للقوة 5 ناقص 1 اللي هي 31. إذا بالوضع الطبيعي هذا الكاونتر كان يعد من 0 لكم؟ ل 31. الآن بما أنه صار irregular counter اختلت فيه، شو اللي اختل فيه؟ البداية والنهاية. لكن هو الستبود فيه ستب واحد، واللي اختل فقط فيه ايش؟ البداية والنهاية. طيب خلينا نشوف شو اللي بيحدد النهاية فيه، هي هون 31. واضح انه اللي بيحدد النهاية اللي هو هاي الان جيت يا جماعة، هاي الان جيت، خلينا نمحي بس هاي الدائرة بلاش انها تخالف. طيب هاي الان جيت، هاي الان جيت مشبوكة على ايش؟ على الكيوز. ولاحظوا انه الكيوز شو قيمها؟ Q4, Q3, Q2, Q1 و Q0. لاحظوا أن Q2 عليها بار. هذا الحكي شو بيعطيني؟ 1, 1, 0, 1, 1. هذا هي هاي الآن جيت. إذن الآن جيت هاي تعطيني 1، تعطيني 1 لما تكون قيم الكيوز إيش؟ 1, 1, 0, 1, 1. هي طبعا انجل ما تعطيني واحد الا بحاله واحده، وهي هي الحاله الواحده فقط اللي بتعطيني عندها واحد. شو هو هذا الرقم؟ شو هو هذا الرقم؟ لما نحوله طبعا هذا 1 2 ويسلمهم 4 8 16. لو نيجي نجمعهم 1 و 2 3 و 8 11 و 16 27. اذا هذا الرقم فعليا هو ايش؟ 27. طيب هل يعني هذا انه اذا يعني هذا لما هذا الكاونتر لما يوصل لعند 27 راح تصير قيمه الان جيت 1 1 بتعمل لي اكتيفيشن للكلير كلير كلير سيت سيت بتعمل لي اكتيفيشن لهم ونرجع لرقم معين. طيب هل هذا يعني انه الكاونتر بيعد لعند 27؟ طبعا لا، ليس لعند 27، بيعد لعند 26. بعد لعند 26. ليش 26؟ ليش 26؟ ارجعوا لنا اللي حكينا قبل، احنا بدنا كان الكاونتر يعد قبل من 0 ل 4، وقفناه وين؟ عند الخمسه فعليا. هون نفس الشيء، هون انا واقف عند 27 معناته الكاونتر ما كان يعد ل 27، كان يعد فعليا لا ايش؟ ل 26. طيب الان 26 إذا عرفنا النهاية. طيب البداية، هذا الكاونتر بيبدأ من عند أي رقم؟ عند أي رقم بيبدأ؟ هل برجع لصفر؟ يعني لاحظوا إنه على الفليب فلوبس، الفليب فلوب رقم 4 اللي هو Q4 مشبوك على الكلير اللي قبله كلير اللي قبله كلير، لكن أول اثنين مشبوكين على إيش؟ على الست. إذا هون الكيوز فعلياً راح ترجع لشو القيم؟ لما تكون أكتف الآن جيت هاي، لما تكون اكتف على الاند جيت راح ترجع ل 0 0 0 1 1. ولا ننسى انه هذا طبعا هو ال LSB وهذا هو ال MSB. شو هذا الرقم؟ فعليا شو هذا الرقم يا جماعه؟ اللي هو خلينا نعكسه 0 0 0 1 1 1 1. شو هذا الرقم؟ هذا الرقم واضح انه هو رقم 3. واضح انه رقم 3. اذا هذا الكاونتر ما راح يعد من 0 ل 31، راح يعد من 3 ل 26. بناء على ايش؟ بناء على الان جيت حددت لي النهايه، وبناء على الثلاث من عند الثلاث من عند الست والكلير اللي هم اصلا مشبوكين عندي على الفليب. طيب خلينا ناخذ مثال اخر. أتمنى يعني اللي عنده أي مشاكل يعني يرجع يحضر الفيديو أو يتواصل معي عن طريق الإيميل، إن شاء الله راح أعمل كورس أورز قريب. طيب نيجي على إكزامبل آخر، كاونتر آخر، خلينا نشوف هذا الكاونتر بعيد من كم لكم. لاحظوا إنه هذا الكاونتر يعني بوضعه الطبيعي بدون الأند جيت بدون الست والكلير وهاي الأمور كلها، هذا الكاونتر يفترض إنه يكون إيش؟ regular down counter، لأنه في عندنا AND gates والAND gates مش ممكن وين على الـ Q bars عفوا. زي ما أنتم شايفين هون هاي في عندي Q0 bar، هون في عندي Q4 bar وهذا ما جرى. إذا هذا كان عبارة عن regular بالوضع الطبيعي regular down counter. regular down counter بعد من كم لكم؟ الأصل اللي كان يعد من 31 لقديش؟ لزيرو. من 31 لزيرو، لكن الآن بنفس الطريقة تغيرت البداية والنهاية.
تغير لبداية ونهاية. النهاية الآن كان الأصل تكون زيرو، شو اللي راح يتحكم فيها الآن؟ جيت. الآن جيت مش مبني على إيش؟ هنشوف. يلا Q4 Q3 Q2 Q1 وQ0 شو قيمهم؟ 0 0 0 1 0. طيب شو هذا الرقم؟ هذا الرقم اللي هو 2، هذا الرقم اللي هو طبعا 2. هل يعني هذا انه الكاونتر كان يعد ل 2؟ هل يعني انه هذا الكاونتر كان يعد ل 2؟ اجين حكينا لا، مش 2، مش 2. طيب شو الرقم اللي كان يعد له الكاونتر؟ لا تنسى انه هذا داون كاونتر، يعني هو كان يعد 4 3 2. اذا الرقم اللي كان بيجي قبل الاثنين مش واحد الان، لانه احنا بنعد داون، مش واحد. الرقم اللي كان يجي قبل الاثنين اللي هو رقم 3. اذا الثلاثه راح تظهر كامله، راح نعد 5 4 3، الثلاثه بتظهر كامله، والعلامه اللي عندنا اللي هي رقم 2 هي انديكيشن على الثلاث. اذا فعليا هذا الكاونتر راح يوقف وين؟ عند رقم 3 وليس رقم 2، لانه الرقم اللي بيجي قبل 2 بهاي الحاله هو 3 وليس 1. 3 وليس 1 ليش؟ لانه هذا داون كاونتر. طيب من 3 رايحين نرجع لوين؟ لاحظوا انه شو عمل هون؟ هون عمل ست، اذا هاي 1، هاي كمان ست 1، هاي كلير، هاي ست، وهاي كمان ست. اذا عندي الرقم اللي راح ارجع له اللي هو 1 1 0 1 1، هذا الرقم ايش هو؟ اللي هو رقم 27. اذا من 3 راح ارجع لعند 27. اذا فعليا هذا الكاونتر بعد من كم لكم؟ من 27 سوري من 27 ل لا سوري لا 3 من 27 ل 3. تمام يا جماعه؟ طيب يعني هيك بيكون السؤال او موضوع الكاونترز عندنا انتهى. يعني بتمنى انكم تدرسوا اول باول، واذا في حدا عنده اي سؤال او اي استفسار بتمنى انه يتواصل معي عن طريق الايميل، وان شاء الله راح اعمل لكم اوفيس اورز قريبا. بالتوفيق، ويعني اتمنى لكم ولعائلاتكم السلامه. يعني بتمنى انكم تحلوا الاسئله اول باول، وتحلوا اسئله الاسئله الموجوده بالسلايدز. طبعا انا بحل قاعد امثله رقميه غير الموجوده بالسلايدز حتى اعطيكم فرصه ترجعوا للسلايدز وتحلوا الامثله الموجوده فيها، لا تتفرجوا على الحل رجاء. بتمنى ان كل واحد فيكم يرجع يتفرج على السؤال ويحل لحاله، وبعدين يعني يتفرج على الحل عشان يتاكد منه. بتمنى انكم تحلوا اسئله السامبل سكند اكزام يا جماعه، وتحلوا اسئله السامبل فاينل اكزام اللي انا حاط لكم اياها على المودل. ويعني الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله نراكم قريبا في الجامعه العشريه. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.